يا هلا من جديد في ساعة شباب وإلى أو إبداعات الشباب اللي دائما بنستانس عليها حقيقة، لأنه كل إبداع بيختلف عن آخر وكل مستوى بيختلف عن آخر، وكل مرة بنقول ما في شيء اسمه سبع صنايع والبخت ضايع. أكيد طبعا تراد، لأنه ضيفتنا اليوم دخلت للمجال الفني من سن صغيرة وبأشكال مختلفة كثير، وبعد ذلك توجهت تحديدا لمجال التمثيل. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الموجودة معانا اليوم، بسمة خليل. يا هلا فيك معنا في ساعة شباب. أهلا وسهلا. كيف حالك يا بسمة؟ إن شاء الله الحمد طيبة. الحمد لله تمام. طيب نبي نعرف أول حاجة، علاقتك بالإعلام أو الفن أقوى والأقوى فيهم، قولي لنا ايش بدأتي فيه، كيف بدأتي في المجال القوي؟ اول حاجة انا من زمان وانا صغيرة دائما كنت اطلع في برامج اطفال. حلو. فدحين لما يعني كبرنا وكبر الإعلام معانا، فيعني تطرقت للإنشاد. حلو. وبعد كده التصوير والتمثيل. يعني المجال الفني اكثر شيء كان طاغي بعد ما ظهرتي في الاعلام وانت صغيره. أيوة. لقيتي نفسك بتقدري تغني او تنشدي تمثلي، يعني هذه الجوانب الفنيه هي اللي كانت قويه عندك، هي اللي ظهرتك في الاعلام. حلو حلو جميل. بس ما طب انت ذكرت انك توجهتي للانشاد وسجلتي كمان بعض الاغنيات لكذا عمل، فيرت تحكينا عنهم. انا سجلت لاغنيه فيلم كرتون القناص. ما شاء الله. مع الفنان محمد رباط. حلو. بس يعني هذا كان اول حقه الكرتون نفسه، يعني عملتوا اعاده تسجيل لها قصدك؟ ايوه اعاده تسجيل. حلو حلو. طيب هذا بالنسبه للانشاد. اما بالنسبه للتمثيل، شاركت مع فريق الفنون السينمائي. اللي هو مين؟ اللي هو مع المخرج محمد العتباني. حلو. ايوه جميل. طب انا ابغى اعرف حاجه، اسمعني، انت نشدت القناص، هل تقدر تشديها الان على السريع ولا تحتاج مؤثرات معينه ولا عادي ما عندك مشكله؟ لا ما عندي مشكله. طيب نقدر بس ناخذ صدى افلام الكرتون. اي انا اعشق، لاني اعشق تقليد الاصوات اصلا، فاحب الاغاني حقت افلام الكرتون دائما اقلد فيها، وحتى الدبلاج حق الكرتون، فلو تسمعينا بس لو جزء بسيط. نسمع. ايوه بطل القناص يهدي الخل بكل الناس، يعملوا باجتهاد وعلى هبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. طيب انت انا عارفة ربكة التلفزيون قد ايش، غير المايك لما نكون في استوديو او شيء. بس قعدتوا قد ايش تنشدوا فيها؟ يعني قعدنا تقريبا ساعتين. وخلصوها سريع. حلو جميل. أيه. جدا. ومو بس كذا، يعني ما شاء الله، يعني حقيقه بس متعدده مواهب، كمان كان لك تجربه في مجالات تغطيه المناسبات والاحتفالات. نبي نعرف ايش كان شعورك وانت بتخوضي هذه التجربه كمان. كانت التجربه يعني جدا حلوه. يعني قدمتي مناسبات ايفنتات؟ ايوه قدمت في اللي هو للاطفال. ايفنت اللي هو كان خاص بالاطفال. هو ايوه خاص بالاطفال. حلو جميل جدا. طب من الايفنتات والمناسبات اللي بتقدميها التمثيل، انا مستغرب انه يعني انت كنت تنشدي بعد كده انتقلتي للتمثيل، ايش اللي خلاكي تعملي كليك وتروحي على التمثيل على طول؟ يعني انا من زمان احب التمثيل واحب امثل وزي كذا، فبعدين شفت نفسي انه يعني شيء حلو. ايوه. هل في شخصيه معينه تاثرتي فيها وحبيت تقلديها من صغرك ولا ما في حاجه معينه؟ لا ما في حاجه معينه، هذه هوايه. طب ما تذكرين لنا اي شخصيه كنت تقلديها او كنت تقريبا المراية؟ يمكن كنت احب احمد حلمي. اوكي. يعني تحبي الكوميدي اكثر. أيوة الكوميدي. من الاكشن والدراما، وتحبي انك تاخذي هذه الاعمال في مجال التمثيل. حلو حقيقة. حلو. بس ما يعني ما شاء الله عليكي، يعني إنشاد صوت جميل، تمثيل كمان، بتقدم احتفالات ومناسبات. يعني ماني عارفة إيش أقول لك، إيش الأعمال اللي أنت حابة تقدميها بعدين؟ لفين حابة توصلي بعد كمية هذه المواهب اللي موجودة فيك؟ إن شاء الله حابة أنه أقدم برامج. ولسه في أعمال قادمة اللي هو بالنسبة للإخراج. حلو. هذه الاعمال القادمه ان شاء الله. بس أيوه. قبل كذا انت كمان كونتي فريق وكان بقيادتك اسمه نجوم المواهب،
ايش سر الاسم وايش علاقتك بالفريق او ايش يقدم الفريق تحديدا؟ الفريق يعني يضم جميع المواهب، يضم منها الرسم، منها يعني ايش ما كانت الموهبه نقدر نضم. هو الفريق يعني تلتقوا ولا هو جروب واتساب ولا هو خلينا نقول جروب على تويتر ولا ايش مثلا؟ ايه حاليا عشان دوبنا لسه بادئين فيه، ف حاليا يعني عندنا في جروب على الواتساب بنتناقش فيه، وبعد كده بنجتمع بنعمل ايفنتات، بنشارك في الايفنتات كجروبات. أيوة احنا كجروبات. فريق نجوم المواهب. حلو حلو الفكره. طب كم اعمارهم؟ هل انت حابه انك تسلط الضوء على المواهب بالاطفال الموجودين عندنا ولا الشباب، وكيف ممكن انت تدعميهم؟ يعني هذا الفريق يضم جميع الاعمار، سواء من اطفال من كبار. بس حلو. طيب حلو. الان يعني في ان شاء الله طموحات لك، بديتي في التمثيل، بديتي في الانشاد، بس نصيحه منك احتاج لك كمان تكوني اكتف في الكلام اكثر. دائما الشخصيات خلينا نكون يعني انا عارف هيبه الكاميرا وعارف انت خايف شويه تتكلمي واضحه جدا، لكن ما هي مشكله يعني الواحد بس حتى يعني حلو الواحد كمان لما يكون عنده مجالات مختلفه، واحنا بنقول دائما ما في شيء اسمه سبع صنايع البخت ضايع، يعني بالعكس حتى البخت موجود ان شاء الله. ايوه لانه قبل الهواء بتقولي لي بس انه انت بتفكري حتى في المجال الاعلامي، بتفكري انك انت تدخليه، وهذا حيضيف لك الكثير. بس هل عندك الاساسيات لدخول المجال الاعلامي تعتقدي، ولا ايش قد ايش يبغى لك، ولا ايش الشيء اللي يميزك عشان حتقدري تدخلي هذا المجال؟ يعني انا حابه اخشه، يعني انه عاجبني. أيه. بس مجرد عاجبك، بس ما عندك حاجه معينه تقولي انا حقدم الشيء الفلاني او الماده الفلانيه؟ عندك رساله معينه حابه تقدميها؟ لا لسه ما فكرت فيها. ان شاء الله تفكر فيها وتقدر توصلي للمرحله اللي انت حابتها. اكيد. بسمه خليل، اسعدنا حضورك معنا اليوم في الاستديو، اكيد نتمنى لك كل التوفيق في كل المجالات. شكرا لك بس ما يعطيك العافيه. دائما لم في كثير من الفرص في حياتنا تجينا، واهم حاجه ان احنا نقدر نستغل هذه الفرص ايش ما كانت. صحيح. سواء في جوانب فنيه اعلاميه رياضيه او حتى سوالف اخبار. ما سوالف اخبار من فخذتني انا. لا لا حقيقي لانها اكثر فقره تعجبني في البرنامج. هي سوالف اخبار، انه بنفيد كثير. بتجينا اخبار لاول مره نسمعها في حياتنا، لاول مره نشوفها في حياتنا، كثير من اللي بيتابعونا بيستفيدوا من هذه الاخبار اللي نذكرها، وخصوصا انه مو هي موجوده في كل مكان. دكتور هي صح، بس انا ليش تعجبني؟ يعطيك العافيه العنود، الطعام على الاخبار الجميله. خلاص مو لازم اقول ليش تعجبني. ايش خلاص تعجبني؟ خلاص تكلمي عنود يعني احسن. انا طب اوكي سوري. خلاص انا اصير هنا مستحيل. ليش تعجبك؟ تعجبني عشان انا ولمين اختلف فيها كثير. خلاص انحرقت. كان المفروض من قبل تقول لي ايوه ها تراد ايش؟ لا طب هي يعني حرام تعب حنسلب على راسها لو تبي العنود. حقيقي عارف ليش اكثر شيء يعجبني تراد؟ حقيقي الاخبار اللي بنقولها ما بتكون موجوده في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما بتسلط الضوء على بعض الاخبار اللي بنذكرها، الطبيه، الاخبار، الانجازات لشبابنا السعوديين وشاباتنا السعوديين في مختلف المجالات، ما بنذكرها غير في هذه الفقره. صحيح. فيعني عشان كذا وعلى قولي قليل جدا ما نلاقي هذه الفقره في محلات ثانيه بالطريقه اللي احنا نقدم فيها. حقيقي يا استاذ عنود شكرا لك من جديد. لا ولا نحرجك شيء، هذا واجب. حقيقي انا اسفه تراد، معلش يا شيخه انت صدقتي. عموما احنا في هذه في نهايه هذا البرنامج لازم نذكركم انه في ايميل وفي هاشتاج ساعه شباب عشان نقدر ناخذ منكم كل جديد، وعشان نعرف اختلافاتكم زي ما بنظهر اختلافاتنا انا ورامي بشكل جميل جدا. صحيح. نتعلم كيف نظهر اختلافاتنا ونتعلم كيف نتناقش. حقيقي قليل جدا الواحد يلاقي شخص عشان يفهمه. صحيح. سعيد جدا بال انا اسعد. خلاص احرجتني، ما ابغى اقول ولا شيء. كلكم زي ما احرجتوني. احرجتني تراد. عموما مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، وراح نلقاكم بكره بنفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. وبكذا اقول لكم في امان الله، معكم انا لمياء غالب وانا كنت معكم تراد سندي. كونوا بخير دائما. بسلامه.